دايماً علشان عمري كبير دايماً عندي حكاوي كتير مش بس هسليكم بيها لا دي محتاجة لتفكير ومحتاجة لتفكير عندي كمبيوتر بس ليه ما استخدموش هو صعب يعني ولا لغز ما فهموش بابا جي يعمل لي تيست اعمل كوبي ولا بس اعمل لي خلاص تعب اي امر ما عرفوش شوفوا كل حاجة سهلة بس لو ما تكسلوش والحياة تبقى احلى لو يسعى ما ننساهوش ده اللي بيحصل في العالم كله يا قطقط واللي بيحصل في العالم كله بتنقله لنا الاخبار ايه طيب وليه كل الاخبار وحشه كده ووحشه في اخبار حلوه وفي اخبار وحشه واللي بيحصل في العالم كله بتنقله لنا الاخبار يا اما بنسمعها في الراديو يا اما بنشوفها في التلفزيون بس هو ده فعلا اللي بيحصل في العالم يا جدو ايوه يا كوكي بيقولوا يا جدو ان في بلاد ما فيهاش اكل خالص ايوه يا جدو انا شفت مره بلد الناس اللي فيها عظمهم باين من جلدهم وبيبعتوا لهم اكل بالطيارات لان الناس بتموت من الجوع وفي بلاد كمان بيموتوا بعض يا جدو تصدق الناس عماله تضرب في بعض وتموت في بعض هما مش بيموتوا بعض يا كوكي دي اسمها الحرب ايه ده حرب في بلد واحدة يا جدو وما بين شعب واحد ايوه يا كوكي دي بقى اسمها الحرب الاهلية يعني حرب بين الناس وبعضها داخل بلد واحدة يا جدو حرب داخلية وحرب خارجية ايه ده طيب وليه بيتحاربوا ويزعلوا مع بعض ما نشوف حد يصالحهم على بعض ويعيشوا كويسين يا ريت يا قطط يا ريت وإيه يا جدو اللي يخليهم ما يتسلحوش يعني إيه اللي يمنحهم هم أكيد بيحاولوا بس ساعات يا أولاد المشكلة بتبقى كبيرة معقدة ما بيقدروش يحلوها فتقوم الحرب هم فاكرين بكده إنهم هيحلوا المشكلة وهي المشاكل بتتحل بالحرب يا جدو أبدا يا قطط المشاكل ما بتتحلش بالحرب يا ابني اللي بيحصل إن فيه ناس بتموت وفي خير بيضيع وبلاد بتتدمر وبتتخرب وبرضه المشاكل ما بتتحلش جدو بص شوف ايه ده وأكد حفر السواحل ان بعض ده الفيضان يا كوكي الفيضان ايه ده يا جدو ده غرق الناس والبيوت يا نهار ايه ده بيغرق الشوارع كمان الفيضان ده يا كوكي من الكوارث الطبيعية كوارث طبيعية؟ يعني ايه يا جدو؟ اقول لك يا قطط الكوارث الطبيعية هي المشاكل اللي بتحصل بسبب الطبيعة زي الزلازل والبراكين والاعاصير والفيضانات والعواصف يا نهار كل دي مشاكل بتحصل حوالينا ايوه يا كوكي بالظبط زي ما انتوا قلتوا كده يا اولاد بيبقى في ناس مش لاقية تاكل وناس مش لاقية لبس وناس مش لاقية مكان تنام فيه ده غير بقى الحروب والصراعات والإرهاب ايه ده يا جدو ايه كل ده طب يا ترى بقى يعني ايه سبب المشاكل اللي في العالم دي يا جدو في أسباب كتيرة يا كوكي زي ما قلنا قبل كده أسباب طبيعية زي البراكين والزلازل والفيضانات وغيرها ده بقى غير الإنسان بشره
ايه ده يعني ايه يا جدو الانسان بشره دي؟ اسلحة الشر في الانسان يا ابني هي الكراهية، الحقد والحسد والطمع. كل الشرور دي لما بتتمكن من الانسان لازم تقوم الحروب. هو على طول الشيطان بيكرهنا كده؟ ايوه يا اضغط، الشيطان تملي ورا الانسان بالشرور، مش عاوز الانسان ابدا يعيش مستريح. عارف يا جدو، انا اوقات كتير لما بتفرج على ضرب الرصاص والانفجارات وبوم بوم 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 يمي بخاف. وهو ده اللي الشيطان عاوزه يا ابني، عاوزنا تملي نخاف. طيب اعمل ايه يعني؟ ما ننساش ربنا يا ابني، نفتكر تملي ان ربنا معانا. ربنا قال لا تخافوا، انا هو لا تخاف. ايوه يا جدو، ودي معناها اننا ما نخافش ابدا علشان ربنا معانا، مش كده يا جدو؟ قول قول ايوه يا كوكي، تمام كده يا حبيبتي. ايه طيب ازاي يعني؟ لا انا مش فاهم، فهموني. افهمك يا قطر. فاكرين يا اولاد لما موسى النبي راح لفرعون مصر وطلب منه انه يسيب الشعب يخرج من ارض مصر؟ ايوه يا جدو فاكرين، لما فرعون رفض راح ربنا ضرب مصر بالضربات العشرة. استني بقى يا كوكي، انت عارفه كل حاجه. وبعدين يا جدو، بعد الضربات العشر يا اولاد، فرعون مصر وافق ان الشعب يخرج من مصر، والشعب في طريقه للخروج من ارض مصر. فرعون فكر كده في نفسه وقال ازاي انا هسيب الشعب يفلت من ايديا؟ فجمع الجيش بتاعه كله وخرج ورا الشعب عشان يطرده. وكان جيشه كتير كتير قوي يا قطط، ده كان جنود وخيول ومركبات كتير قوي. ايه طيب والشعب عمل ايه؟ ده اكيد كانوا مرعوبين وخايفين. طبعا لما قرب الجيش من الشعب يا اولاد، ارتفعت أصوات الجيش، الخيول والمركبات. الشعب خاف جدا وترعب وصرخوا وقالوا لموسى، قال له انت خدتنا من أرض مصر وجبتنا هنا عشان نموت في الصحراء، كنت سبتنا في أرض مصر أحسن. بالرغم انهم كانوا متعذبين في مصر يا جدو، دول كانوا عايشين عبيد. ما هو ده اللي قاله الشعب لموسى، قالوا له احنا كان عندنا أحسن ان احنا نعيش عبيد في مصر، أحسن ما نيجي هنا في الصحراء نموت أحرار. وموسى عمل إيه جدو؟ موسى قال لهم ما تخافوش، وبصوا الخلاص، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. أيوة طبعاً، الرب اللي عمل الضربات العشرة هو اللي هيقدر يحافظ عليهم. بالضبط يا كوكي، ربنا قال لموسى اضرب البحر بالعصا يا موسى، فموسى ضرب البحر بالعصا، فالبحر انشق يا ولاد، وبقى فيه طريق أرض يابسة ماشية في وسط المية. قام الشعب عدى على الأرض اليابسة، وكانت المية زي سور على اليمين وسور على الشمال. ايه طيب والجيش اللي كان وراهم عمل ايه؟ الجيش لما شاف الشعب عدى في وسط المية فرحوا داخلين وراهم وعدوا وراهم في نفس الطريق. الشعب عدى وراح على البر التاني من البحر، فربنا أمر موسى إنه يضرب البحر تاني بالعصا، فضربها، فالمية اتقفلت على فرعون وجنوده وجيوشه وكلهم غرقوا في المية. ربنا يا ولاد نجى الشعب من فرعون وجيشه، ربنا كان معاهم. أيوة كده ربنا نجاهم من جيش كبير قوي. استني شوية، جيش كبير قوي. أيوة تمام، زي ما موسى قال لهم الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. بالضبط يا كوكي، وده يعلمنا يا أولاد إن طول ربنا ما هو معانا ما نخافش من أي حاجة أبدا. للأخبار غابة جميلة هو
ساعدها، هي راحت فين؟ ازيكم يا ولاد؟ كويسين جدا فينا. مين فيكم بقى بيحب المسابقات الرياضيه؟ انا بحبها كلنا قوي. انا بحبها جدا، وخصوصا اللي بتبقى بين دول مختلفه. ايش معنى يعني يا مارينا؟ بتكون اصعب ولا ايه يعني؟ لا مش بتبقى اصعب ولا حاجه، بس يمكن عشان المنافسه فيها بتكون قويه شويه. انا بحب اشوفهم لما بيكونوا بيستلموا الجوائز، بيبقوا فرحانين جدا بعد تعب كبير قوي عملوه. فعلا يا وسيم، انت فكرتني بقى بواحد كان نفسه يطلع الاول وياخد الميداليه الذهب في مسابقات الجري. تعب جدا جدا وقعد يتمرن كتير قوي لحد ما جه يوم المسابقه. اكيد طلع الاول. هو فعلا كان الاول على المتسابقين وهما بيجروا، وفضل يجري وكانت الناس بتشجعه وبتهتف له طول السباق لحد ما جه الوقت، وكان فاضل مسافه قصيره جدا على انه يوصل لخط النهايه. لغايه ما يقطقط حصل حاجه فجاه كده، انه جاله شد عضلي في رجله وتألم جدا وتعب جدا ووقع على الارض. يا خساره. بسرعه قوي بقى راح جاله فريق الانقاذ وحاولوا يساعدوه، لكن واضح بقى ان حالته كانت صعبه جدا، وقالوا له انت لازم بقى تخرج وتسيب المسابقه. هو رفض بشده وصمم انه يكمل لحد اخر السباق. يا نهار، طب وهيكمل ازاي كده وهو تعبان؟ حاول بقى يا كوكي انه ينط على رجل واحده او يجري خطوه ويريح شويه. حاول باي طريقه انه يكمل السباق. ده صعب قوي. طبعا صعب. بس فجاه هم لقوا واحد كمان نزل من بين المتفرجين، راجل كده كبير في السن، نزل جري على المتسابق ده وقعد يحاول يقنعه انه يبطل ويقول له كفايه كده. وبعدين خلاص الولد قرر انه يكمل السباق. المهم انه ابتدى يجري والراجل الكبير ده يجري جنبه. مين الراجل ده؟ الراجل ده عرفه في نهايه السباق ان هو ابو الولد ده. كان قاعد بين المتفرجين، لكن اول ما حس ان ابنه بيتالم نزل جري علشان يحاول يساعده. طبعا بيحبه وعايز يطمن عليه ويشجعه. وهو طلع الاول؟ لا طبعا يا قطقط، ما طلعش الاول لانه تعطل كتير في السباق، لكن المسافه اللي كملها لحد ما وصل لنهايه السباق كانت كل الناس بتهتف له وبتشجعه، وكانوا معجبين بيه جدا وباصراره على النجاح. كمان بقى كانوا معجبين جدا بابوه اللي ما سابوش ابدا لحد نهايه السباق. ايوه طبعا، ده يستاهل اكتر من ميداليه ذهب علشان كافح واستحمل الالم. وعلى فكره كمان ده يستاهل اكتر من ميداليه ذهب علشان كافح واستحمل الالم. عارفين كمان احنا في حياتنا كمان كده، احنا كلنا بنكافح عايزين نكسب ونوصل ونفوز بالحياه الابديه. واحنا في مشوار الحياه ده حوالينا منافسين كتير، لكن عايزين دايما نكون فاكرين انه جنبنا ابونا السماوي اللي مش بيسيبنا ابدا. ايوه زي المتسابق ده هو وبابا بالظبط كده يا قطط. وابونا السماوي كمان عاوزنا نكون عارفين حاجه مهمه قوي، هو اننا في السباق ده لازم نكون بنعمل الصح وما نفكرش اننا نعمل الغلط. بس احنا عايشين وسط ناس كتير، منهم اللي بيعمل الغلط ومنهم اللي بيعمل الصح، والكل عايز يكسب. بس احنا يا ترنيم اولاد الله لازم نعمل الصح. عارفين بولس الرسول بيقول ايه؟ بيقول ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. ياه دي آية حلوة خالص، بس أنا مش فاهمة. طيب يا قطط، الآية دي معناها إن إحنا ما ينفعش يعني نعمل الغلط ونقول أصل أصحابي أو إخواتي أو الناس كلها بتعمل الغلط، إحنا أولاد الله لازم نعمل الصح. فهمنا الآية؟ تيجوا بقى نقولها مع بعض بعد ما فهمناها؟ الآية بتقول ولا تشاكلوا هذا الدهر. ولا تشاكلوا هذا الدهر. بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. النهارده
النهارده بقى يا ولاد هنكمل كلامنا عن سفر هو تاني اسفار العهد القديم. سفر الخروج. برافو يا ياسين. كنا بنتكلم في المره اللي فاتت عن سفر الخروج وازاي ان الله كان بيقود شعبه وعبر بيهم البحر الاحمر. لما الشعب بقى وصل عند جبل سينا ربنا كان بيديهم الميه والاكل، وابتدى الشعب ينصب الخيام بتاعته عند الجبل، وطلع موسى فوق الجبل واخذ من ربنا لوحين اللي هم لوحي الشريعه مكتوب عليهم الوصايا العشر، وكمان ربنا اداله شرائع تانيه كتير عشان الناس يعيشوا بيها. يعني ايه شرائع؟ شرائع دي زي القوانين بس مش قوانين بشريه، قوانين محطوطه بايد ربنا، يعني اللي ربنا عاوزنا نعمله، عاوزنا نعمل الصح. والشعب كان بيعمل بيها؟ يا منوال لا، الشعب عمل حاجه غريبه قوي. لما موسى طلع فوق الجبل غاب عنهم شويه، نزل موسى من على الجبل لقى الشعب بيعمل خطيه وبعد عن ربنا جدا، وعملوا عجل من ذهب وابتدوا يعبدوه. طب وموسى عمل ايه؟ موسى طبعا يا وسيم زعل جدا جدا وغضب لما نزل من الجبل لقى الشعب بالحاله دي، كسر لوحي الشريعه، لكن في الاخر برضو رجع وصلى وطلب من ربنا انه يغفر لهم خطيتهم دي. وربنا سامح الشعب؟ ربنا زي عدته سامح الشعب برضو. ربنا دايما بيسامحنا عن كل حاجه غلط بنعملها، ده حتى انه ربنا كمان وعد موسى بانه هيكون معاهم وانه هيقويهم، واداهم كمان لوحي شريعه جداد، وابتدى الشعب بقى يستقر وبنوا خيمه الاجتماع. يعني ايه خيمه الاجتماع دي؟ حلو سؤالك قوي يا قطع. خيمه الاجتماع ده مكان ربنا طلب من الشعب انهم يبنوه علشان يبقى مكان مقدس. طيب ويا ترى بقى بيعملوا ايه في الخيمه دي يا تانت دينا؟ طبعا كانوا بيعبدوا الله. برافو يا تاني، فعلا في الخيمه دي كانوا بيعبدوا الله، والشعب من كتر فرحته بالخيمه عملوا لبس مخصوص للكهنه يلبسوه وقت خدمتهم جوه خيمه الاجتماع. وربنا كان مبسوط بالخيمه دي؟ جدا جدا يا يوستينا، لدرجه ان الكتاب المقدس بيقول لنا ان الخيمه دي كانت بتغطيها سحابه في النهار وعمود نار بالليل، والسحابه والنار دي كانوا دليل على مجد الرب وحضوره في وسط الخيمه دي. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات كوكي وقطقط وفقره الكمبيوتر. النهارده عندنا حاجه مهمه جدا، عايزين نوصل الكمبيوتر ده ببعضه. يعني ايه؟ لو حطينا الكمبيوتر ده زي ما هو كده مش ممكن يشتغل، هندوس على الكيبورد مش هيوصل اوردر، هنحاول نولع الشاشه مش هتجيب لنا صوره. ليه؟ مظبوط، لازم تبقى فيه وصلات دي، وانا وريتكم الكمبيوتر من قفاه من ظهره. كل الوصلات دي لازم تتوصل. لو بصينا على الوصلات دي هنلاقي كل وصلة شكلها مختلف تماما عن التانية، في وصلة فيها خروم، في وصلة طالع منها حاجات شكلها زي المسامير. ايه الوصلات دي؟ تعالوا نبتدي مع بعض واحدة واحدة. اولا وصلة الباور، وصلة الكهرباء. لازم الكمبيوتر عشان يشتغل يجيله باور او يجيله كهرباء. هنلاقي الوصلة شكلها اهو عاملة كده، خط من هنا ومثلث من هنا وفيها ثلاث خروم، ما ينفعش تدخل هنا، لازم تدخل هنا. لو حاولت تدخلها بالمقلوب مش ممكن تدخل، لازم تدخل مظبوط، تدخل هنا. وبعد كده ده يروح للكهرباء، بس هوصله آخر حاجة. طيب دلوقتي الكمبيوتر نفسه جاله كهرباء، الشاشة توصل بالكمبيوتر ازاي؟ وصلة جاية من الشاشة، من ظهر الشاشة تتوصل بالكمبيوتر. هنلاقي الوصلة دي، خلي بالكم الوصلة دي فيها سنان كده عاملة زي الدبابيس، مهم قوي انها تتوصل مستقيمة عشان مفيش ولا سن من دول يتني. تعالوا نشوف انهي شكلها زيها، لونها ازرق، دي لونها ازرق، صغيرة زيها بالظبط، وبرضو ما ينفعش ان هي تدخل غلط، لازم تدخل مظبوط. بعد ما بتدخل في ليها مسامير بتتربط كده عشان ما تتشدش، لان زي ما قلت لكم انها ضعيفه شويه وفيها سنون رفيعه قوي. كده الكمبيوتر وصل بالشاشه والكمبيوتر وصل بالكهرباء. طيب هتحكم في الكمبيوتر ازاي؟ لازم كيبورد، عندنا كذا نوع من الكيبورد.
ده نوع منهم كيبورد وليه وصلة شكلها مدور كده، واسم الوصلة دي PS2. طيب في وصلة شبهها؟ هتلاقوا كمان حاجة جميلة قوي، في كود باللون، يعني دي لونها موف، وهنلاقي وصلة هنا كمان لونها موف، وممكن اوصلها كده بقعد الفها، يعني لو حاولت ادخلها باي شكل كده مش تنفع، لازم اقعد الفها بالراحة عشان تدخل في مكانها بالظبط. دخلة بسيطة قوي، لو حاولت ادخلها بالعافية ممكن تبوظ. اذا الوصلة ما دخلتش يبقى اكيد انا بدخلها في مكان غلط. هي دي كيبورد، احنا وصلنا خطوة كمان. طيب في حد بيفكرني بيقول لي في ماوس كمان. مظبوط، ادي الماوس اهو، وليه وصلة تانية برضو شكلها مدور زي وصلة الكيبورد، بس لو شفنا هنلاقي ان لونها مختلف، دي لونها موف فاتح ودي لونها اخضر فاتح. ليها مكان اهو برضو، لازم اتأكد ادورها لغاية تدخل في مكانها، والوصلة دي بتدخل في مكانها بالراحة خالص. في ماوس تاني ممكن يكون شكل الوصلة بتاعه مختلف، الوصلة دي اسمها USB. USB ممكن تكون وصلة في ماوس، ممكن كمان تكون وصلة في كيبورد تاني، وادي كيبورد تاني اهو خفيف، والوصلة بتاعته الحقيقة فيها الاتنين، يا اما PS2 يا اما USB، عشان عندي الحاجتين في الكمبيوتر. هل الوصلات كده خلصت؟ انا شايف ان لسه في وصلات تانية. مظبوط، في عندي مثلا سماعات، السماعات دي فيها وصلة للميكروفون ووصلة للسماعات لو انا عايز استخدمه. في سماعات كبيرة عندي اهي بتاعت الكمبيوتر، ممكن اوصلها برضو لو انا عايز، لكن انا الحقيقة دلوقتي عايز اطمن ان الكمبيوتر شغال، فهحطه كده. واوصله بالكهرباء، بعدين ادوس turn on، جات اللمبات الخضراء معناها الكمبيوتر بقى واصل وجاهز ان هو يشتغل، نقدر نجرب كل حاجة في الكمبيوتر. حاجة صغيرة كمان عايز اقولها لكم، احنا في حاجات كتيرة قوي بتوصلنا ببعض وبتوصلنا بربنا، مش اسلاك زي كده، لكنها طرق في التعبير. طرق دي ممكن تكون كلام، ممكن تكون حركة، ممكن تكون مزيكا. عايز اشجعك ان انت تستخدم النهاردة وسيلة من الوسائل دي عشان تكلم ربنا. رنم، اتنطط، اكتب لربنا، كلمه، لكن وصل نفسك بربنا بطريقة مظبوطة. واشوفكم في حلقة جديدة من حلقات كوكي وقطقط وفقرة الكمبيوتر. أصحابي، أنا مبسوطة قوي بكل أصحابنا اللي بعتولنا إيميلات واهتموا كمان وجاوبوا على أسئلتنا. بشكر أندرو جوزف من القاهرة، عنده 11 سنة، بعت لي جاوب على السؤال مين هو الله بالنسبة لك. أندرو قال الله بالنسبة لي هو أبويا. بشكرك قوي أندرو، وعايز أقول لكل أصحابنا اللي بيتفرجوا علينا أنه الله فعلا هو أبونا كلنا، لازم يكون حاسين كده علشان توصل لنا محبته. بشكر كمان روبا شامل على الإيميل الجميل اللي بعتته. روبا عندها 9 سنين من لبنان، بعتت كمان تقول لنا على آية جديدة حفظتها. روبا حفظت آية إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات. بشكرك قوي يا روبا. بشكر كمان مينا ماهر، عنده 10 سنين من اسكندرية، بعت جاوب على سؤال الحلقة 5. كنا ساعتها بنسأل ونقول إيه هي علامة وعد ربنا؟ ومينا قال الإجابة الصح، إنه علامة وعد ربنا لينا بإنه مش هيهلك الأرض مرة تانية هي قوس قزح اللي بيظهر في السماء. بشكر كل أصحابي اللي بعتولنا إيميلات وخطابات فرحتنا جدا. أصحابي، عاوز أشجعكم إنكم تبعتولنا على العناوين اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة. كل واحد هيبعت لكوكي وقطقط، كوكي وقطقط كمان هيبعتولك بهدية حلوة خالص. وإنت بتبعت لنا افتكر كمان تجاوب على سؤال الحلقة. سؤال حلقة النهاردة بيقول ابعت لنا بالجزء اللي انت حافظه من الوصايا 10. لو حافظ وصية واحدة او اتنين او حافظهم كلهم ابعتوا لنا، علشان احنا كمان عايزين نعرف عناوينكم ونبعت لكم. مستنياكم، يلا دلوقتي ابعتوا الكوكي وقطقط واشوفكم الحلقة الجاية.
الأول؟ أنت كل مرة يا كوكي كل مرة تسأليني أسئلة صعبة. طيب خلاص مش تزعل مش تزعل، قولي عاوز إيه؟ أيوة عايزك تسألي، بس تسألي أسئلة سهلة شوية. بس أنت شطور يا أتقط وبتحل كل الأسئلة. وعلى العموم سؤالي بيقول ليه العالم فيه مشاكل؟ ايه السؤال ده يا كوكي؟ ليه العالم كله فيه مشاكل؟ ده السؤال ده محتاج ناس كتير قوي، كل الناس اللي في الارض تجاوب عليه. يعني اجاوب انا؟ لا هجاوب انا طبعا، انا عارف كل حاجة، انا شطورة خالص. فيه مشاكل كتير في العالم لان فيه شر، لان الشيطان موجود. شاطر، برافو عليك يا أتقط. وكمان حاجة مهمة قوي، ربنا لما خلق العالم. ايوه ربنا لما خلق العالم خلقه في 6 ايام. يا ربي سيبني اكمل الكلام. طيب انا اسف اتفضلي. ربنا لما خلق العالم. ايوه ربنا لما خلق العالم من العدم، ما كانش فيه حاجه خالص، ربنا خلق العالم. اوف عليك يا أتقط، اوف عليك، قلت لك سيبني اكمل الكلام بقى. حاضر اتفضلي. ربنا لما خلق العالم خلقه من غير ما يكون فيه شر ولا ألم ولا تعب ولا مرض. لكن لما ربنا طرد آدم وحواء من الجنة قال لهم ملعون الأرض بسببكم. تبقى الخطية هي اللي بتخلي كل حاجة حلوة وحشة. صح يا أتقط، احنا لما بنعمل الخطية بنخلي كل حاجة وحشة. طيب قولي لي يا كوكي، قولي لي احنا ازاي بقى في وسط كل الحاجات دي نقدر نعيش؟ يعني لما نلاقي حاجة غلط حوالينا كده نعمل ايه؟ نعمل الصح يا أتقط، نعمل اللي ربنا عاوزنا نعمله على طول على طول، نعيش وياه ومعاه وبيه، ونطلبه انه يساعدنا لما نكون محتاجين مساعدة. على فكرة كمان يا كوكي في حاجة مهمة قوي. ايه؟ احنا لازم نعمل الصح ونعمل اللي ربنا عاوزنا نعمله على طول على طول، ونعيش وياه ومعاه وبيه، ونطلبه انه يساعدنا لما نكون محتاجين مساعده. يا سلام، قلت ايه بقى جديد؟ ايه اللي قلت جديد؟ ده كل الكلام ده جديد. لا ما قلت. انا ما قلت، انت قلتي الكلام زي دوت اللي انا قلت ده. ايوه انت ما قلتش. طيب استني يا كوك، استني يا اصحابي. باي باي. طب انا في عينك كده، انت قلتي الكلام ده؟ قلت. لا ما قلتوش. لا ما قلتوش، انا اللي قلته. لا ما قلتوش يا كوكي. قلت. انا بقول لك يا كوكي انت ما قلتيش الكلام ده. لا انا ما قلت. لا. اعرف ملك ما عندوش كل الحاجات اللي بتقول عليها دي. بس يا خساره ما اتولدتش في بيت ملك. ده البالونه دي اصلها فيها هوا مخصوص شويه. ايه الفرق ما بينهم كلهم؟ الشباك ده عباره عن برنامج تاني. يا فياس يا سياف، وما نقدرش نرتفع في السماء ابدا. ويجيبوا فيها فراخ بنين. اتولد في بيت لحمه من العذراء مرة.